kita nak doakan kepada rakyat Malaysia ketika ni diberikan kesejahteraan dan kita dijauhkan wabak ni. Tafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وعيادك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.